السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو غادي نحاول نعطيكم او نخدم معكم الموديول ديال ليكونومي ابليكي ولا ليكونوميتري بالنسبه للاسيس يعني باركور ايكونومي اي جيستيون. بطبيعه الحال في هذا الفيديو غنحاول نعطيكم لو بلون دو كور يعني نعطيكم شو ماني شابيتر يعني نحاولوا ندرسوا في هذا لو موديول ديال ليكونومي ابليكي بلوس كو غادي نعطيكم شابيتر واحد غنبداها لكم ان شاء الله في هذه الحصه. طبيعة الحال كي كتعرفوني انا في الكونتوني ديال الشين ديالي دائما كنقولها ملي نعاودها لي موديل كيكون فيهم براتيك يعني اللي فيهم لي كالكول ما كنخدمش معاكم لا بارتي تيوريك يعني شنو هي ليكونوميتري ولا شنو هي داك الماده شنو هو لوبجيكتيف ديالها اي انسي دو سويت سا فو دير في لي جور دو ليكزامان راه يتعطاش داك الشيء يعني في لي جور دو ليكزامان كيتعطاو دي زيكزارسيس يعني وخاصك الاساس ديال داك الماده هو تعرف لي فورميل وكيدير تفهم في دوك لي زيكزارسيس فهادشي غنخدم لكم عليه يعني في اشاك شابتر في اشاك شابتر غنخدمها في هذا لو موديل غنحاول نعطيكم العلاقات كامله اللي غتحتاجوها في داك الشابتر بلوس غنعطيكم حتى لي ديمونستراسيون وهذا هو لافونتاج اللي غيكون في هاد الماده كل علاقه غنعطيها لكم الا ونعطيكم لا ديمونستراسيون ديالها يعني منين جات داك العلاقه. علاش؟ اول حاجه حيت كتعرفوا بان الماستر ديال ايكونوميتري او ايكونومي ابليكي بالنسبه للناس ان شاء الله اللي غادي يدفعوا الماستر ديال ايكونوميتري غيحتاجوا هاد لي ديمونستراسيون بزاف فاوبليجي خاصكم تكونوا عارفينهم هادي دو ا دو دو لا بليبار دي بروف كيعطيو كيسيون دو كور عليها لي ديمونستراسيون يعني كيعطيك لي ديمونستراسيون سوا 6 بوان ولا 8 بوان على لي فورمول يعني كل فورمول خاصك تكون ديجا عارف لا ديمونستراسيون ديالها كتعطى في كيسيون دو كور كا كيسيون يعني دي كيسيون هادي ثاني حاجه و دو تخوا اي ديرنييرمون يعني هاد لا ديمونستراسيون غيساعدكم بزاف باش اي اكزرسيس كيما بغيت تنوعو تعرفوا تتعاملوا معاه. باغ كونطخ ملي كتكون غير حافظ غير العلاقات بوحدهم بلا ديمونستراسيون ما عرفتش شكون العلاقه منين جات وعلاش وكيفاش فهنا تقدر الى شي اكزرسيس يعني يبدل لك التي دي حيت نورمالمون هو ليكونومتخي لا بليبار دي بروف كيعطيو بحال التي دي مي يقدر شي مثلا يتعطى اكزرسيس جديد يعني ما عندوش علاقه بالتي دي ولا هذا فإلا ما كنتيش عارف لي ديمونستراسيون يعني تقدر ما تعرفش تسلك راسك. باغ كونطخ الناس او لي زيتيديون غيكونو عارفين لي ديمونستراسيون يعني غتكون عندهم لافونتاج انهم اون فوا يلقاو ليكزارسيس يعني كيما بغا يكون نوعو يقدرو يسلكو راسهم سافو دير عارفين كل علاقه منين جات فهذاك علاش انا عندي لكم لي ديمونستراسيون يعني كانت الاسباب. من السبب الرئيسي بطبيعه الحال هو كيتعطى في الكيستيون دو كور وسورتو الناس اللي كيقراو عند مسيو الحسني بالنسبه للناس اللي فاكولتي فاس يعني كيتعطى كيستيون دو كور سوا كيعطي لي ديفينيسيون تعاريف سوا كيعطي لي ديمونستراسيون وحده فيهم كتعطى عليهم سوا 6 نقاط ولا 8 نقاط فمزيان تكونوا عارفينهم. بطبيعه الحال ليكونوميتري هي الكماله ديال ستاتيستيك والبروبابيليتي والاشانتيوناج يعني ديجا خاص يكون عندكم لاباز في هاد لي موديل وسورتو ستاتيستيك خاص يكون عندكم لاباز تعرفوا كي كديروا تكالكيليو داك لو طابلو ستاتيستيك حيت فريمون مهم وسورتو داك لابارتي ديال ريغريسيون لينيار سامبل حيت ديجا انا ستاتيستيك شرحتها في الشين وكنت شرحت لابارتي ديال ريغريسيون لينيار سامبل فخاصكم تكونوا عارفين وملمين بالستاتيستيك شي شويه من غير حتى ريغريسيون لينيار سامبل يعني خاصكم تكونوا ملمين حتى بالكالكولاسيون ديال داك لو طابلو ستاتيستيك غينفعكم شي شويه زائد ليشونتيوناج داك الطابلو ديال لوا يعني لا لوا دو كي دو لا لوا دو ستودنت لا لوا نورمال الى لوا دو فيشير حيت في ليكونومي تخدموا غير بيهم دونك فمهم تكونوا عارفين داك لو طابلو لي شونتيوناج و لي بروبابيليتي بلوس لا جيبغ لينيير تكونوا عارفين شويه في لي ماتريس مي بطبيعه الحال معايا انا ان شاء الله ما يكون غير خا حيت هذاك الشيء كله انا نرجع لكم في هذا لي فيديو يعني انا نحاول في لي ديمونستراسيون في العلاقات وتا في لي زيكزارسيس نحاول نعطيكم المسائل اللي تحتاجوها في لي ماتريس والمسائل اللي غادي تحتاجوها في ستاتيستيك والمسائل اللي تحتاجوها في لي شونتيوناج كلها غنخدمها معاكم باش كاع ما تمشيوش عاد ترجعوا لالجيبغ وتبقاو تقلبوا على لي ماتريس وتفهموهم من الاول انا ان شاء الله غنشرح لكم هنا في ليكونوميتري داك المسائل كلها اللي غتحتاجوها هنايا في هاد ليكونوميتري دونك فلو بلون شنو غادي نشوف يعني ليكونوميتري فيها دو شابيتر فقط فيها اول حاجه الريغريسيون لينيير سامبل غنشوفوا اول نوع ديال الريغريسيون اللي هو الريغريسيون لينيير سامبل وثاني نوع غادي نحاولوا نشوفوا هو الريغريسيون لينيير مولتيبل وهاد المولتيبل هو اللي غادي نحاولوا نديروا فيه لي ماتريس ولا يكون فيه لي ماتريس والشابيتر 3 غادي نزلكم نعطيكم لي ديفينيسيون التعاريف اللي كيتعطاو في ليكزام
cas des questions du corps, on va vous donner la plupart, la majorité d'elles, les questions que vous pouvez vous faire, c'est-à-dire les questions du corps, vous savez les profs, les questions, du corps. D'accord? Bon, on va vous donner la partie du chapitre 1, il y a la régression linéaire simple, on va vous donner les formules ou les trucs qui sont dans ce chapitre, plus les démonstrations de bête. Vous allez vous donner les relations. نعطيهم لكم هما الوانا من بعد كل علاقه عطيتها لكم الا وندي لكم ليها ديمونستراسيون باش عرفوها منين جات عاد غادي ندير لكم لي زيكزارسيس دابليكاسيون هذه هي الطريقه اللي غنخدم يعني اول حاجه دابا عندنا شابتر 1 غنعطيكم بعض العلاقات يعني تكونوا عارفينهم تحضروا تكونوا عارفين ها العلاقات اللي تحتاجوا وتلقى وادي تعرفهم في الريغريسيون لينيير زائد لي ديمونستراسيون ديالهم عاود من بعد غادي ندير لكم عليهم لي زيكزارسيس دابليكاسيون باش تفهموا الريغريسيون لينيير سامبل ابري عاوتاني غادي ندوز لكم الشابتر 2 بنفس العمليه في الريغريسيون لينيير مولتيبل عاوتاني غادي نخدم لكم ها لي فورمولي اللي غتحتاجو في هاد الريغريسيون زائد لي ديمونستراسيون كل فورمول يعني منين جات ولي ديمونستراسيون مهمين بزاف وخاصكم تكونوا ضابطينهم حيت يقدروا يتعطاو كا كيسيون دو كور او في الماستر ان شاء الله من بالنسبه للناس اللي يدفعوا الماستر ومن بعد غنحاول عاوتاني نعطيكم دي زيكزارسيس دابليكاسيون كاملين يعني جميع لي زيكزارسيس اللي كيتعطاو في ليكزام او اللي يمكن لكم تصادفوهم في ليكزام من بعد ملي غنسالي هادو ديك الساعه تبقى لي واحد الحصه ندير نعطيكم فيها جميع التعاريف او لي كيستيون اللي تقدروا تصادفوهم ككيسيون دو كور اللي كيكون عليهم سوا 6 سوا 7 نقاط حتى 8 نقاط وغالبا هذه ديفينيسيون يعني البروف مسيو الحسني بالنسبه لفاس الناس كيقراو عنده فاس هو اللي كيعطي لي ديفينيسيون الا ما عطاش بيان سور لي ديمونستراسيون اما كاين بعض لي بروف اللي كيعطيو غير لي زيكزارسيس بون نبدا على بركه الله باش ما نطولش اذا الشابيتر 1 régression linéaire simple. Ça va être là, là, le contenu de chine, dit ma kangoul, ma kangrich, n'a pas de kangoul, comme chien régression linéaire simple, mais j'ai à toi, là. Pas qu'à d'un attaque comme la carte la vite, c'est à jour. Et n'y va pas de d'orroche, c'est à tourner. N'a pas comme la carte la tête à jour, pas qu'à. Ou nous allons écouter de l'autre forum, les exercices d'application. Plus, tout la carte, l'avantage à dire, ou à la coule, j'ai à faire comme des démonstrations. فاللي خاصكم تفهموا نتوما في هذا ليكونومتري حيت ليكونومتري كيعتمد على الكالكول 100% فالحاجة اللي خاصكم تفهموها هو العلاقات منين جاو شنو هما هذوك العلاقات وكيديروا توظفوهم في ليزيكزارسيس بون في الريغريسيون لينيير ساب اول حاجه خاصني نعرف وهي لا دغوات دو ريغريسيون يعني كيجي كيقول لك عطيني واحد لا دغوات دو ريغريسيون هي كيستيون دو ليكزام اذا باش نلقى لا دغوات دو ريغريسيون كي كندير لا دغوات دو ريغريسيون يعني هاد لا ريغريسيون لينيير ساب عندها واحد لا دغوات دونك عندها واحد لا كورب دونك شنو هي هذيك لا دغوات اذا هي ايغريك اي ايتيغال العلاقه ديالها هي ايغريك اي ايتيغال ا زيرو بلس ا ا فوا اكس اي هذه هي الطريقه باش كتكتب كاين اللي كيكتبها على شكل ا اكس بلس بي تهدي صحيحه ولا بي بلس ا اكس بي بلس ا اكس ولا ا اكس بلس بي هذه كون لا دغوات دو ريغريسيون دونك ولا هكا يعني اللي بروف شنو اللي كيغيروا فيه هو هادو كاين اللي كيسميها ا زيرو هنا ا كاين اللي كيسميها هنا الفا وبيتا يعني كيدير هنايا الفا بلس بيتا اكس اي كاين اللي كيدير هنا غاما بلس بيتا اكس اي كل واحد كي يسمي هادي انا سميتها هنايا ا زيرو وهذه سميتها ا اكس اي افيك دائما تا منين في ليكزام يقول لك عطيني لا دوا دو ريغريسيون تقول له لا دوا دو ريغريسيون يا ايغريك اي ايتيغال ا زيرو بلس ا اكس اي افيك اوبليجي كل حاجه عطيها السميه ديالها كل حاجه عطيها السميه ديالها فشنو هي السميه ديال ايغريك اي اذا ايغريك اي السميه ديالها هي الكونسوماسيون اذا ايغريك اي هي الكونسوماسيون يعني داكشي اللي استهلكت هو الكونسوماسيون اللي كتسمى كذلك لا فاريابل اكسبليكي يعني من الاحسن في الجور ديال ليكزام ملي يقول لك عطيني لا دوا دو ريغريسيون كتعطيها له كتعطيه حتى الاسماء ديال كل وحده اذا لا دوا دو ريغريسيون ملي نقول لك عطيها لي غتكون ايغريك اي ايتيغال كتقبط ا زيرو واحد الكونستانت ا زيرو بلس واحد الا ا اللي هو فاريابل فوا اكس اي افيك هاد ايغريك اي هي الكونسوماسيون ولا لا فاريابل ا اكسبليكي ولا كتسمى لا فاريابل ا اكسبليكي كاينه ا زيرو كتسمى لا كونستانت دو لا دغوات لا كونستانت دو لا دغوات كاينه ا واحد كتسمى لا بونت دو لا دغوات هي لا بونت دو لا دغوات كتسمى لا بون دو لا دغوات او بيان لا بروبورسيون مارجينال
ou bien كتسمى la proportion, la proportion marginale. Marginale. كاينه اكس اي هي الريفوني والدخل ديالي والريفوني كتسمى ريفوني. دونك اكس اي والريفوني ولا كتسمى كي اكسبليك يعني كتكسبليكي لي لا فاريابل ايغريك تي او ايغريك اي كي اكسبليك لا فاريابل ايغريك كتكسبليكي لي كونسوماسيون اذا الريفوني يعني كتكسبليكي لي لا كونسوماسيون كونسوماسيون هي داك لا فاريابل اللي كتكسبليكي لي شنو هاد الاكس داكور. دونك هادي هي السميه بطبيعة الحال هنايا في هاد لا دووات ملي كدير ايغريك اي هي ا زيرو بلس ا ا اكس اي كتزيد واحد الجزء صغير حيت ضروري داك لا دووات دو ريغريسيون كتكون عندها واحد الجزء صغير واحد ليبسيلون او واحد البتيس بارتي صغيره من داك لا دووات حتى هي خاصني نزيدها هنايا كتسمى ايبسيلون اي ايبسيلون. هاد ايبسيلون المعنى ديالها راكم قريتوها دايور في ليشونتيوناج وقريتوها كذلك في الستاتيستيك. هاد ليبسيلون يعني المعنى ديالها هو جزء صغير هو واحد البارتي صغيره من هاد ليكواسيون من هاد المعادله او من هاد لا دووات هي كتسمى ايبسيلون اي. دونك هي خاصها نزيدوها. اذا هنايا تيا نعطيوها الاسم ديالها ايبسيلون اي كتسمى هي لا مارج ديغور ولا ايغور انكوني هي لا مارج ديغور او بيان او كتسمى ايغور انكوني ايغور انكوني يعني هذاك الايغور ولا هذاك ليبسيلون كيكون مجهول ما عندوش واحد القيمه هو كيكون جزء صغير يعني واحد القيمه صغيره من هاد لا دووات. مزيان دونك حتى لهنا برافو لا مارجور. دابا شنو هي ا زيرو اي ا ا؟ اذا ا زيرو اي ا ا هادو كيتسماو سون دي بارامتر كيتسماو دي بارامتر دو موديل. اذا ا زيرو اي ا كيتسماو سون دي بارامتر سون دي بارامتر دو كوا دو موديل. اذا ا زيرو اي ا ا كيتسماو سون دي بارامتر دو موديل او كيتسماو كذلك سون دي كويفيسيون sont des coefficients de quoi? Sont des coefficients de régression. كذلك كيتسموا لي كويفيسيون دو ريغريسيون. اذا ا 0 اي ا هادو كيتسموا يعني لي بارامتر سون دي بارامتر دو موديل او بيان سون دي كويفيسيون دو ريغريسيون. هادي بالنسبه لا دووات دو ريغريسيون. دونك فاين فوا يقول لك عطيني لا دووات دو ريغريسيون اول حاجه خاصني نعرفها في ريغريسيون لينير سامبل حيت كل ريغريسيون عندها لا دووات حتى في الريغريسيون لينيغ ميتيبل ان شو بوا من بعد هي عندها دغوات. دابا نعطيها لكم مي ميتيبل يعني كتكون فيها بليزيوغ بارامتر ماشي اون سول يعني كتكون في بليزيوغ بونت ماشي اون سول بونت وهذا هو الفرق. في الريغريسيون لينيغ سامبل كتكون عندي غير بونت وحده اللي هي ا ا هي اللي مضروبه في الفاريابل اكس اي. مي في الريغريسيون لينيغ ميتيبل كيكون عندي بزاف لي بونت يقدر عندي يكون عندي حتى 20 بونت بالنسبه لهاد الفاريابل داكور ولا 3 ولا 4 ولا 10 اي انسي دو سويت. بون هادي لا دووا دو ريغريسيون لي نقول كعطيها لي في الريغريسيون لينيير سامبل كتقول له بان ايغريك اي هي ا زيرو بلس ا ا اكس اي بلس واحد الجزء صغير من داك لا دووات اللي هو ايبسيلون اي افيك ايغريك اي ات ايغال ديال كونسوماسيون ولا لا فاريابل اكسبليكي ا زيرو كتسمى لا كونستون دو لا دووات ا ا كتسمى لا بون دو لا دووات او بيان لا بروبورسيون مارجينال اكس اي كتسمى الغوفوني ولا كي اكسبليك لا فاريابل ايغريك اي les pseudo quatre semaines la marge d'erreur ou bien erreur inconnue ou A0 et A1 sont des paramètres du modèle ou bien sont des coefficients de régression. هذه أول حاجة أنا أعرفها في الريغريسيون لينيير سامبل. ثاني حاجة أنا أعرفها وهي لو نياج دي بوا. نورمالمون هاد لو نياج دي بوا شتوه ديجا في ستاتيستيك ديسكريبتيف مي غنولي نعاودو وما نتعمقش فيه بزاف حيت ديجا شتوه دو أ دو دو ما كيتعطاش هنا في ليكونومتري كاع كيتعطاش ككيستيون مي يقدر شي بروف يعطيه. المهم انا نعطيه لكم باش نحيد عليا المسؤوليه. اذا ثاني حاجه نعرف هنايا هو لو نياج دي بوا لو نياج دي بوا. اذا لو نياج دي بوا اذا غادي نشوفوا لا كوب كي دايره. فهنا كيكون عندي واحد التمثيل مبياني عندي اكس وعندي ايغريك يعني هو كيعطيك واحد لو طابلو مثلا كيعطيك هنا واحد لو طابلو في لي دوني كيعطيك هنايا اني سنوات مثلا لاني 2020 2021 2022 اي انسي دو سويت. كيجي هنا كيعطيك اكس اي وكيعطيك هنا اي يعني هنا كيعطيك الريفوني وكيعطيك الكونسوماسيون دونك كيعطيك لي شيفر مثلا هنا 14 هنا 12 هنا 13
هنا 14 هنا 8 هنا 7 باغ اكزومبل يعني هنايا من بعد كدير التوتال كدير لاسون ديال اكس اي وكدير لاسون ديال ايغريك اي دونك هادي هكا كيتعطى الطابلو دونك فهنايا باش كنمثل انا دوك ميناج دي بوا كندير الاسقاط فقط يعني كنسقط فكنقول ها اكس ها ايغريك دونك اكس فيها ها لي شيفر ديالها مثلا 14 12 13 فكنمشي ها هما لي شيفر كنمشي هنايا بلي شيفر مثلا كنمشي ب 10 كندير 10 20 30 40 كذلك هنا كنمشي ب ايغريك ب 10 20 30 40 وكنبقى ندير الاسقاط فمثلا كنقول اكس اي هنايا في 2020 عندي 14 مع 14 مثلا ها 14 مثلا مع 14 اذا ها النقطه الاولى يعني هذا هو لينياج دي بوا يعني مثلا كندير 12 مع 8 عاوتاني كندير 12 ها هي مع 8 ها النقطه الثانيه النقطه الثالثه كتبقى تمثل النقط فبالتالي كتلقى واحد لينياج هذاك هو لينياج دي بوا يعني كيكون سوفون دي بوا باش كتشوف التغييرات ديال داك الكونسوماتور ديال داك الغوفوني داكوغ مزيان دونك هذا عطيتك غير مثال كدير ترسم هاد لو نياج دي بوا باش كتلقى لي بوا يعني كتبقى تسقط غير هادي مع هادي يعني مثلا 14 مع 14 النقطة الأولى 12 مع 8 النقطة مثلا الثانية 13 مع 7 مثلا النقطة الثالثة وكتبقى تلقى النقاط يعني غير بإسقاط ديال هاد لي شيفر اللي عاطيهم لك هو في لي طابلو كتلقى لو نياج دي بوا بون دابا نعطيك جميع التمثيلات اللي كاينين اللي تقدر تصادف وشنو هي لانتربريتاسيون أو لو كومونتيغ ديالها فمثلا تقدروا تلقاو هاد الأولى على هاد الشكل هنا إكس وهنا إيكغيك يعني مين تمثل تلقى الشكل الأول غادي نقاط طالعين يعني تلقاهم طالعين إذا مين كتلقاهم طالعين يعني هكا غادي في تصاعد دوك لي بوا إذا هادي كتسمى كوريلاسيون بوزيتيف بارفيت هادي كتسمى كوريلاسيون بوزيتيف بارفيت هادي كتسمى كوريلاسيون بوزيتيف بارفيت هادي الأولى ثانيه دابا ملي كتلقى هكا يعني كتمثل وكتلقى لي بوا هابطين بالعكس لاحظ يعني القاهم هابطين ماشي طالعين اذا في هذه الحاله ملي كيكونوا لي بوا هابطين شنو كندير هنايا يعني كنسميها بالعكس كوريلاسيون نيجاتيف بارفيت كوريلاسيون هذه هي لانتربريتاسيون الكومونتير كوريلاسيون نيجاتيف بارفيت دابا الى لقيتوها على هذا الشكل اكس هنا ايغريك بون الى لقيتوها على هذا الشكل يعني لي بوين ملاصقين يعني بحال هكا يعني ملاصقين مشاركين دونك وهما كبار دونك هاك بحال دابا دي بوين يعني ملاصقين دونك هادي شنو كتسمى كوريلاسيون تري فورت كتسمى كوريلاسيون كوريلاسيون تري فورت دابا الى لقيتي مثلتي ولقيتيهم فاقين يعني دي بوان فاقين بحال هكا يعني دي بوان كيكونوا فاقين يعني كل دي بوان في جهه فهذه كتسمى كوريلاسيون فورت كوريلاسيون فورت يعني التمثيل غادي نعطيكم كي كيكون يعني بهذه الطريقه كدير اسقاط باش كتلقى لي بوان اذا انا لقيتها على الطريقه كتكون كوريلاسيون فورت دابا الى لقيتيهم مجموعين يعني على شكل دائرة هنا اكس وهنا ايغريك دابا الى لقيتي لي بوا على شكل دائرة بحال هكا على شكل دائرة كبيرة يعني دائرة ولكن هي كبيرة دونك هنايا شنو كنسميها كنسميها با دو كوريلاسيون مكاينة حتى شي كوريلاسيون با دو كوريلاسيون في هاد الحالة تكون با دو كوريلاسيون دابا مثلتي مثلا لقيتي دائرة ولكن صغيوة يعني مجموعة صغيوة يعني دائرة ولكن صغيوة هكا دائرة ولكن غير صغيوة إذا شنو غادي نسميها غادي نقولها هي انديبوندونس انديبوندونس كتكون بون قلنا ملي كتكون دائرة صغيوة إذا هنايا ملي غتلقى دائرة صغيوة دونك هنايا كدير انديبوندونس يعني مستقلة كتكون انديبوندونس منين كتمثل وكتلقى لي بوا على هذا الشكل كاين المثلث بحال هكا دي بوا بحال هكا دونك كتقول با دو كوريلاسيون ما كايناش الكوريلاسيون مي ديبوندونس غير مستقله مي ديبوندونس مي ديبوندونس دونك هذا هو لو نياج دي بوا والاشكال اللي تقدروا تلقاو ولي زانتربريتاسيون ديالهم مزيان دابا من بعد منين درنا لو نياج دي بوا غادي ندوز للفقره الثالثه اللي خاصكم تعرفوها في هذا الريغريسيون لينيير سامبل اللي هي ليستيماسيون دي بارامتر دي موديل فكل دروات عندها ليستيماسيون ديالها
ليستيماسيون هو داك الشابو وليستيماسيون ديجا راكم قريتوها في لي شانتيوناج. اذا دابا الثالث حاجه خاصني نعرف هي ليستيماسيون يعني دي بارامتر دو موديل يعني لي بارامتر دو موديل هو ا0 اي ا1 ديال ريغريسيون لينير سامبل. اذا غادي نديروا لها ليستيماسيون. شنو هي ليستيماسيون؟ هي داك الشابو اللي من الفوق يعني شي حاجه اللي كتكون استيمي يعني كندير لها شابو يعني شابو من الفوق. اذا لي استيماسيون دي بارامتر دو موديل فشنو قلنا على لا دروات اي اي قلنا هي ا0 بلس ا اكس اي بلس لي بسيلون اي. اذا لي استيماسيون ديال هاد لا دروات يعني كندير لها شابو من الفوق هي لي استيماسيون ديالها. اذا لي استيماسيون ديالها تكون هي ا0 شابو بلس ا1 شابو اكس اي او لي استيماسيون ديال لي بسيلون ديما كتكون 0 نول. ليستيماسيون ديال ليبسيلون يعني ليستيماسيون ديال داك الجزء صغير او داك لا بارتي صغيرة من داك لا دروات ديما كتكون نول. ليستيماسيون ديالها ما كايناش يعني 0 يعني بلوس 0. اذا ليبسيلون شابو يعني ليبسيلون اي شابو تكون يا صفر يعني تكون ايغريك شابو اي هي ا0 شابو بلوس ا1 شابو اكس اي. دونك وهذه هي ليستيماسيون ديال هاد لا دروات. دابا غادي نشوف انا ليستيماسيون ديال لي بارامتر يعني كي دابا ملي لقيت ايغريك شابو اي ا0 شابو بلس ا1 شابو اكس اي. اذا دابا خاصني نعرف بالعلاقه او بلي ديمونستراسيون. هنا دابا ما عندكمش لي ديمونستراسيون حتى نكمل العلاقات كاملين اللي غادي تعرفوا عاد نبدا لكم بلي ديمونستراسيون. دابا فقط نعطيكم العلاقه ديال ا0 شابو يعني باش تكونوا عارفين مسبقا باش ملي نكون كندير لكم ديمونستراسيون يعني تكونوا عارفين. خاصني نبقى نلعب بلي فورمول باش نلقى هادشي اللي غنعطيكم هنا ونلعب بلي فورمول عاوتاني باش نلقى في لي ديمونستراسيون هادشي اللي غيعطيكم هنايا. دابا نعطيكم العلاقات. اذا كي كيدير دابا يتحسب ا شابو ا0 شابو لا بونت او لا كونستانت لا دروات افيك. اذا ا0 شابو ا1 شابو نبدا ب ا1 شابو لي بونت العلاقه ديالها كنقبط هي الكوفاريونس ديال اكس ايغريك. كنقبط الكوفاريونس ديال اكس ايغريك وكنقسمها على لا فاريونس هادي هي ا1 شابو كنقسمها على لا فاريونس هادي هي العلاقه ديال ا1 شابو. انفككها كوريسبون ا1 شابو ايت ايغال الكوفاريونس. ديجا كنا درنا هادشي في ستاتيستيك رجعوا حتى لبارتي ديال ستاتيستيك راني كنت عطيتو ديجا هاد لا كوفاريونس. العلاقه ديال الرسم اكس اي موا اكس بار فاكتور ايغريك اي موا ايغريك بار على ان. وهادشي كله ان شاء الله ندير لكم ليه لي ديمونستراسيون وتعرفوه منين جا. كلشي ندير لكم ليه ديمونستراسيون ومن بعد تنسالي لي فورمول بعدا وتكونوا عارفينهم مسبقا. اذا على لا فاريونس اكس العلاقه ديالها ديجا عطيتها لكم في ستاتيستيك ما نعاودها هنا بطبيعه الحال حيت دابا نتوما بالنسبه للايكونوميتري بلا ما عاد ترجعوا تشوفوا ستاتيستيك. اذا لا فاريونس العلاقه ديالها هي لا سوم اكس اي موا اكس بار او كاري على ان. دونك هنا كنفكك. اذا هنا تمشي ان مع ان يعني الا مشات ان مع ان اذا شنو غيبقى؟ غتبقى لا سوم اكس اي موا اكس بار فاكتور ايغريك على لا سوم اكس اي موا اكس بار او كاري. اذا ا شابو الا مشات ان مع ان غتولي هي لا سوم اكس اي موا اكس بار فاكتور ايغريك اي موا ايغريك بار على لا سوم اكس اي موا اكس بار او كاري. اذا هذه حتى هي علاقه. اذا سواء العلاقه كتطبق الكوفاريونس على لا فاريونس هي بون. اذا هنا حيدنا ان مع ان عطاتني ا هي هذه. كذلك هنا يمكن لي نفكك يعني نجي ندير كوريسبون ا شابو ايت ايغال. اذا هاد لا سوم اكس اي موا اكس بار فاكتور ايغريك اي موا ايغريك بار الا نشرتها غتعطيني لا سوم اكس اي ايغريك اي موا اكس بار ايغريك بار ونقسمها مع ان. دونك هي هادشي دابا انا غنعطيكم غير اون جينيرال مي في لي ديمونستراسيون عاد نبقى نشغلكم شويه بشويه باش تعرفوا كل حاجه منين جات حتى لي ديمونستراسيون. داكشي علاه نخلي دابا فقط نعطيكم غير علاقات تكونوا عارفينهم. اذا هادي الا فكت تعطيني لا سوم اكس اي ايغريك اي سور ان موا اكس بار ايغريك بار. نورمالمون هاد لا سوم اكس اي موا اكس بار فاكتور ايغريك اي موا ايغريك بار الا نشرتها تعطيني اكس ايغريك اي موا اكس بار ايغريك بار. غنقسم لي زاسوم لا سوم اكس اي ايغريك اي موا لا سوم اكس بار ايغريك بار. اذا لا سوم اكس اي ايغريك اي ها هي قسمتها على ان. اذا قلنا لا سوم ايغريك موا لا سوم اكس بار ايغريك بار اذا هادي كونستانت اكس ا اكس بار ايغريك بار بلس بلس ان فوا هي ان اكس بار ايغريك بار. ان اكس بار ايغريك بار على ان مشات ان مع ان بقات اكس بار ايغريك بار. يعني ما درت والو كانني منين شرط هادي عطات اكس اي ايغريك اي لا سوم ديالها قسمت على ان ناقص لا سوم اكس بار ايغريك بار هادي كونستانت
x bar y bar plus x bar y bar plus plus يعني n fois هي n fois x bar y bar الى قسمتها على n غتبقى x bar y bar وهذا الشيء في لي ديمونستراسيون دابا تعرفوه. دابا راه كنعطيكم غير التفكيك وصافي. اذا انا قسمت عطات هذه على هذه تاهي يمكن لي نفككها x و x bar او كاري هذه متطابقه مع رقم 2 الى نشرتها تعطيني x اي او كاري و x bar او كاري لا سوم x اي او كاري سور n ناقص لا سوم x bar او كاري يعني هي n فوا هي n x bar او كاري على x bar او كاري على n عفوا هي x bar او كاري هي لا سوم x اي او كاري سور n ناقص x bar او كاري. هذه كذلك يعني الى نشرتها تعطينا سوم x اي او كاري ناقص لا سوم x bar او كاري لا سوم x bar او كاري هي لا x bar او كاري بلس بلس n فوا يعني n x bar او كاري نقسمتها على n تعطي x bar او كاري هي هذه. دونك فقط غير فككت هذه بالنسبه ل ا لا بونت. بالنسبه للعلاقه ديال ا زيرو شابو يعني كنقبط y bar وكنقسمها ا شابو اللي لقيتها بهاد العلاقه فوا x bar هذه هي العلاقه افيك شنو هي العلاقه ديال x bar هي لا سوم اكس اي سور ان كوريسبون الى بغيت نخرج لا سوم اكس اي تكون هي ان فوا اكس بار هي ان فوا اكس بار او اي بار العلاقه ديالها هي لا سوم اي اي سور ان كوريسبون شنو هي لا سوم اي اي هي ان فوا اي بار. دونك هادشي خاصكم تكونوا عارفينو ديجا. بون دابا نعطيتكم غير علاقات من بعد ندير لكم ديمونستراسيون وعاد ندير لكم ان شاء الله لي زيكزارسيس ونعلمكم كيف تقدروا ديروا تحسبوا هادشي. دابا فقط عرفوا غير العلاقات. اذا دابا منين يقول لك عطيني ليستيماسيون دي بارامتر دو موديل اجي تقول له بان اي هي ا زيرو بلس ا اكس اي بلس ليبسيلون يعني اي شابو ليستيماسيون ديالها هي ا زيرو شابو بلس ا شابو اكس اي يعني اي شابو اي هي هذه افيك ا شابو هي الكوفاريونس اكس اي سور لا فاريونس اللي هي هذه هي سيغما كاري ديال اكس هي لا فاريونس الى قلنا ولا في كاين كيقول لها في كاين كيقول لها سيغما كاري الكوفاريونس هي لا سوم اكس و اكس بار فاكتور اي اي و اي بار على اكس على n على لا سوم x اي موان x بار او كاري على n صافي دغيا لا فاريونس n مشات مع n بقات لا سوم x اي موان x بار فاكتور y موان y بار على لا سوم x اي موان x بار او كاري هادي فككتها نشرتها عطاتني لا سوم x اي موان y سور n ناقص x بار y بار على هادي كذلك درت متطابقه مع رقم 2 عطاتني لا سوم x اي او كاري سور n ناقص x بار او كاري مي في لي ديمونستراسيون دابا ان شاء الله غنزيد نفككهم لكم مزيان. و ا زيرو شابو قلت لكم كنقبطوا y بار لا موايا اريتميتيك y بار كنقسمنا ا شابو x بار افيك لا موايا اريتميتيك ديال x اي اللي هي x بار هي لا سوم x اي سور ان كوريسبون لا سوم x اي هي ان فوا x بار كذلك y بار لا موايا اريتميتيك ديال y اي هي لا سوم ديال y اي سور ان كوريسبون لا سوم y اي الى بغيت نخرجها كنقبط ان ونضربها في y بار داكور. دونك وبهذا نكون ساليت غنوقف حد هنا. دابا فقط درت لكم شي لا دوا دو ريغريسيون ثاني حاجه عطيتكم لو نياج دي بوا وثالث حاجه عطيتكم ليستيماسيون دي بارامتر دو موديل كيديروا تحسبوهم. الحصه الجايه ان شاء الله والفيديو الجاي باش ما يجيش هذا طويل غنحاول نكملكم ونحاول نعطيكم لو كويفيسون دو كوريلاسيون ولا لو دوغري دو ليازون اللي ديجا شفتوها في ستاتيستيك مي غادي تشوفوها حتى في ليكونوم تخو مهمه حتى هي كتعطى ديما غنعطيكم الكالكيلاسيون ديالها بلس غنحاول نعطيكم ليستيماسيون ديال الايرور يعني ليستيماسيون ديال ليبسيلون كذلك وديال لا فاريونس ديال ا زيرو شابو ا شابو يعني الحصه الجايه غنحاول نوريكم كيديروا تكالكيل لا فاريونس لا فاريونس عفوا ماشي لا فاريونس يعني انا نوريكم كيديروا تكالكيل لا فاريونس ديال ا زيرو شابو ا شابو و الفاريونس ديال ليبسيلون اللي هي سيغما كاري ديال ليبسيلون اللي هو داك لا مارج ديغور كذلك نعطيكم كيديروا تكالكيلو لو كويفيسيون دو كوريلاسيون ولا لو دوغري دو ليزون في الحصه او في الفيديو الماجي. نشوفوا لو دوغري دو ليزون ولا ار اكس اي لو كويفيسيون دو كوريلاسيون نشوفوا كي كدير تحسب ليستيماسيون دو لا فاريونس ديال ليغور يعني الفاريونس ديال ليبسيلون شابو.